يقولوا ربي يرحمه. اسمع عندك حلم هكا في الدنيا هذه؟ حلم يكون يرجع لي بابا وما ربي يرحمهم. باباك وامك ربي يرحمهم توفاو؟ توفاو. واش من عام؟ توفاو في 2023. بابا في فيفري وما في ديسمبر، بيناتهم 8 شهور 9 شهور. واش كان سبب الوفاة؟ بابا مات موت ربي، كان يمشي مات وما كونسر. كي مات بابا مرضت، أثرت بها حتى هي ما قدرتش وحدها. تأثرت بها؟ إيه. لحقاتو كدا كان بيناتهم؟ كدا كانت بيناتهم؟ 10 بيناتهم 35 سنة. 10 بيناتهم؟ إيه. ووفاة الأب كداه باش زاد؟ 9 شهور. 9 شهور؟ إيه. وكيف فوت المرحله هذيك تاع ما بين كي توفى باباك حتى يعني تكملت مع الوالده وهي مريضه هكا؟ لا جيت نروبوزي من بابا لحقت ما سما همي نسي فيهم. ايه فوت شويه. والحمد لله يا ربي وعطاه ربي الصبر وصبرنا والحمد لله يا ربي. وهذه هي الدنيا ما كاتبك كاتبنا ربي نعيش ونعيشوها وخلاص. بعدنا ما راح ندير والدي ربي في باله برك. ما كانش واحد يدوم الواحد دايم ربي صح، سما لازم هذيك تتقبلها، لازم تتقبلها في الواقع. تقبلها في الواقع. وكي توفات الوالده لليوم كيف راك يعني كيف راك تعيش يعني هكا مع الناس مع كي تدخل الدار كي تخرج؟ عندك خاوت؟ عندي خاوتي، عندي ربع خاوتي تفرا زوجنا. الله يبارك فيك الله يعيشك. كيف كملت حياتك يعني بعد الوالده والوالد في نفس العام؟ والله ما شتيش ندخل الدار، رجلت شي هذا بعد. والله ما شتيش روح؟ ما شتيش روح حتى مني برب نبات في الخدمه بعد سمانة كومبلي وانا في خدام في اللابو. نبات ثم نرقد ثم نوض ثم الجمعه فراتي نروح للدار. وبكري كي كانت الوالده والوالد حيين؟ اه كنت تشتي تروح الربعه كمل الخدمه نطلع للدار باينه. هو راك خدام برك وكري في السبيل وساكن فيك شي دار. واش تخدم؟ نخدم القاطو. قاطو ربي يعاونك. امين اخويا بارك الله فيك. يعني الحلم تاعك انك بغيت تشوف الوالد والوالده غير يرجعوا هما برك يقعدوا معايا نص ساعه برك. نص ساعه؟ نص ساعه برك. ان شاء الله نتلاقاوهم في الجنه. قد ما دير تشوف روحك ما درتش، قد ما دير لوالديك ودير لهم وتوقف معاهم وتشتيهم وتحن عليهم حتشوف روحك ما درت والو. كي يروحوا تشوف روحك ما درت لهم والو. شفت. ما تقنعش، تبقى ديما في بالك انك ماكش تقصرت، ماكش تقنع. هذه هي ربي يصبرك وربي يعطينا الصبر ان شاء الله. وبارك الله فيكم وربي يهنيكم.